هل الصحابة رضوان الله عليهم السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام؟ نعم. إذن لماذا نحن نقول على طريقة السلف ولا نتذاكر العلم؟ وهذا ممكن يقول ما أحد يوم من الأيام سألني ما هو السؤال الذي تسأل عنه في قبرك؟ لماذا لا نتذاكر أخواننا؟ هل هذه طريقة السلف المذاكرة أو لا؟ طريقة السلف تذاكروا العلم وتناوبوا كانوا على العلم. أخواننا لهم عندهم كانت مجالس للمذاكرة. طيب، إذن قلنا المرتبة الأولى الإسلام، والإسلام أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق، يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، أكفر بجميع ما يعبد من دون الله، أثبت العبادة لله أحد لا شريك له. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء سقف يقوم على عمودين، مثل هذا الدولاب الآن يقوم على أربع، لا إله إلا الله يقوم على عمودين. العمود الأول تكفر بجميع ما يعبد من دون الله، نفي. العمود الثاني إثبات، إذا أسقط عمود سقط البناء. إذن لابد في لا إله إلا الله من ركنين: نفي وإثبات، كفر بالطاغوت، إيمان بالله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا عباد الله وحده لا شريك له. الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة. لماذا قال إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ لماذا؟ حتى تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها السنن، وتنتفي عنك الموانع. وقال إيتاء الزكاة. لماذا قال إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ لأنه لابد أن تؤخذ من أموال معينة في زمن معين بمقدار معين إلى الأصناف الثمنة. لأنه كثير من الناس يسأل الشيخ يقول أريد أدفع الزكاة لأمي، لزوجتي، لأولادي، لأخي. لا، ليس على ما تحب، مفهوم؟ إيتاء الزكاة لم يقل الزكاة. وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج يجب في العمر مرة على المستطيع، ومن استطاع يبادر الحج ولا يتأخر، والله أعلم.